أهلا بكم من جديد في محورنا الثاني. نقلت وكالة سمارت الإخبارية عن وزارة التربية والتعليم فيما تسمى الحكومة السورية المؤقتة، نقلت أن حكومة لبنان حرمت ما يقارب 40,000 طفل سوري من الدراسة في مدارسها الرسمية. نتابع تفاصيل في التقرير التالي ومن بعده نعود للنقاش. الحرمان من حق التعليم أسلوب جديد تتبعه الحكومة اللبنانية بحق أطفال اللاجئين السوريين في ذلك البلد، والأسباب إما مبهمة تفوح منها رائحة عنصرية أو واهية تتعلق بنقص التمويل المقدم للحكومة من قبل المنظمات الدولية. وكالة سمارت الإخبارية نقلت عن مدير مكتب التربية والتعليم التابع لما تسمى الحكومة السورية المؤقتة في لبنان خالد رعد أن ما يقارب 40,000 طالب سوري بانتظار حصولهم على مقاعد دراسية في المدارس الرسمية اللبنانية خلال العام الجاري. وأشار رعد أنهم ممنعا لتسرب أولئك الطلاب افتتحوا مدارس سورية بحتة في منطقتي أرسال والبقاع، كما قاموا وبدعم من قبل بعض الجمعيات والشخصيات التعليمية باستئجار مدارس لبنانية خاصة. ووفقا لمصادر الوكالة تأتي إجراءات نقل الطلاب وتسجيلهم في المدارس اللبنانية الرسمية بعد توزيع فرق الأمم المتحدة لمناشير على اللاجئين السوريين القاطنين في مخيمات أرسال، دعتهم فيها إلى نقل أبنائهم إلى تلك المدارس لنيل الاعتراف بشهاداتهم. ومع ذلك اعتبر العديد من المراقبين حرمان حكومة لبنان 40,000 طفل من حق التعليم في مدارسها أسلوبا آخر لتلك الحكومة للضغط على أهالي أولئك الأطفال للعودة إلى سوريا ضمن إطار الخطة الروسية لإجبار اللاجئين على العودة. أناقش هذا الموضوع مع ضيفتي هنا في الاستديو مديرة طبعا وحدة ومتابعة وتنفيذ برامج التعليم الشامل في لبنان السيدة سونيا الخوري، أهلا بك. وأيضا ينضم إلينا عبر سكايب من أرسال خالد رعد مدير مكتب التربية والتعليم التابع للحكومة المؤقتة في لبنان، أهلا بك أيضا سيد رعد. أبدأ معك سيدة سونيا، ما يجري الآن يعيد إلى الأذهان ما جرى في 2014. عندها كان هناك مشكلة في أيضا تسجيل الطلاب السوريين، كان هناك فكرة لإلحاق اللاجئين السوريين أو الأطفال السوريين بالمدارس في دوام مسائي تحديدا، وكان هناك عدة أسباب. أما الآن السبب المباشر وراء عدم استقبال طلاب سوريين جدد في المدارس لماذا؟ مصفر أول شيء حكمته أنه ما عم نستقبل أطفال سوريين، وهذا الشيء مش مزبوط. بقدر أقول أنه لبنان من الدول المستضيفة الأولى، وتحديدا وزارة التربية هي الوزارة الأولى اللي عملت خطة للتعليم وسمتها برنامج ريس أو وصول التعليم لجميع الأطفال. خطتنا أنه نرتفع سنة عن سنة ونزيد عدد الأطفال بالالتحاق بالتعليم النظامي. لما بتكون وزارة التربية بلشت تفتح مدارس بعد الظهر، مش يعني عم تقلل من شأن أي من الأطفال ومن حقهم بأنهم يتعلموا، إنما لأنه ما في قدرة استيعابية بالمدارس القائمة. عم نشغل مدارسنا بدوامين، دوام بعد الظهر يستقبل غير لبنانيين وأغلبيتهم من الجنسية السورية من اللي وفدوا على لبنان بسبب الأزمة، وأيضا نستقبلهم بالدوام الصباحي حيث يمكن وين في إمكانية استيعاب نستوعبهم. لما بيكون في عنا من 2014 لهلأ بلشنا ب 80 مدرسة دوام بعد الظهر، صرنا 350 مدرسة بعد الظهر فيها بقلبها بحدود 154,000 طفل عم يتعلموا تعليم نظامي نوعي بمنهج لبناني، مدرسين لبنانيين وإدارة لبنانية، ما معناتها أنه نحن ما بدنا أنه نعلمهم أو ما بنعترف بحقهم بالتعليم. بس بالسابق ب 2014 تحديدا كان هناك أسباب غير مفهومة، يعني اعتمدوا منهاج غير المنهاج اللبناني، وأيضا كان هناك تصريح لصحف بال 2014 بعتذر بال 2014 طبقنا المنهج اللبناني من وقت اللي بلشنا بخطتنا، مطبق المنهج اللبناني والكتب اللبنانية والمدرسين اللبنانيين. كان في تصريحات بس لعدة وسائل إعلام لبنانية تحديدا ومن مدراء في بعض المدارس اللبنانية،
كان هناك تفاوت في المستوى على اساس طبعا يعني هي كانت الاسباب. ما في شك انه في تفاوت بالمستوى أكيد لأن الطفل منقطع عن الدراسه. كان هناك صعوبه بالمنهاج اللبناني على الطالب السوري، لكن الان في ظل هذه الخطه الروسيه لاعاده اللاجئين السوريين الى سوريا، هل يتم الضغط في هذه الاوقات على الطلاب وعلى الاهالي من اجل العوده الى سوريا؟ يعني هناك جانب مشرق وهناك جانب ايجابي كبير في موضوع الحاق الطلاب السوريين بالمدارس اللبنانيه، وهذا طبعا جهد كبير ويشكر القائمون عليه، لكن الان في هذا العام بالتحديد ورد ان هناك عدم استقبال للطلاب. اول شيء خليني اقول انه مش الخطه الروسيه اللي هي بتتحكم بقرار لبنان، لا الحكومه اللبنانيه ولا الشعب اللبناني. بعتقد انه كل مواطن بحب بلده، اوكي، بحب انه السوريين يرجعوا على بلدهم، لانه من المفروض انه كل ولد كل شخص كل مواطن يرجع على بلده، هيدا الامر الطبيعي. ولكن صحيح. طالما هن موجودين بلبنان، لبنان ما قصر ولا رح يقصر بانه يوفر لهم الاشياء الاساسيه ومنها حقهم بانهم يتعلموا، ولكن ما في شك انه لما بيكون الوضع الاقتصادي ما بيسمح للبنان انه يعلمهم على حسابه، لابد منه يكون في يد عم تساعده. دعم. هالدعم هيدا كان عم يجي من المنظمات وبعده عم يجي. ولكن لما نحن بدنا نقول انه بدنا نزيد عدد الاطفال، بده يقابل هذا الامر زياده التمويل. لما بيكون التمويل وقف عند نقطة معينة، لابد من أنه نجي نقول أمام هذا الأمر في عنا خيارين، أو بدي أخذ أطفال عشوائيا بطريقة عشوائية، أو بدي حافظ على الطلاب أو التلاميذ القدامى. مشان هيك بلشنا ببداية العام الدراسي الحالي 18-19 نقول كل الأطفال اللي كانوا عنا بمدارسنا الرسمية سنة الماضية إلهم الأولوية بأنهم يرجعوا على المدرسة. طيب. هلأ خليني أضيف كمان شغلة، أنه اليوم بالصف الروضة تحضيري اللي هو أول صف، صحيح، ما عندنا تلميذ جديد. لما بنكون هاي السنة أخذنا 26 ألف ولد فاتوا على الروضة التحضيري، بتكون خطة روسية بإعادة السوريين إلى سوريا عم تمنعنا؟ أكيد لا. هاي هي. طيب خليني اشوف ضيفي طبعا من عرسال عبر سكايب، السيد خالد رعد مدير مكتب التربيه والتعليم التابع للحكومه المؤقته في لبنان. اهلا بك سيد رعد، هل لديك تعليق بدايه على ما تفضلت به ضيفتي هنا في الاستوديو السيده سونيا الخوري، وما هي الاسباب التي طبعا جعلت بعض الوسائل الاعلاميه تتطرق لهذا الموضوع بحرمان 40 ألف طالب سوري من التعليم في المدارس الحكوميه اللبنانيه؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لحضرتك وللأستاذة الكريمة سونيا وللأستاذة المشاهدين. أستاذي لو سمحت لي بداية لتحفظ على تقرير بعض الكلمات، وردت كلمة عنصرية في ممارسات الحكومة اللبنانية وأيضا أسلوب جديد للضغط على السوريين. الحقيقة لم يصدر عنا نحن مكتب التربية أي شيء يتعلق بممارسات عنصرية أو بأسلوب جديد من الحكومة اللبنانية أو وزارة التربية. نحن نصدق الرواية الرسمية التي تأتينا من وزارة التربية اللبنانية. الرواية الرسمية قالت كما تفضلت الأستاذة سونيا بأن نقص في التمويل من قبل منظمات المجتمع المدني أو الإنساني وعلى رأسها اليونيسيف، إذن هذه الرواية هي الصحيحة. وبالتالي أستاذي الكريم، من خلال منبر أوريان نحن نتوجه إلى منظمة اليونيسيف وكل المعنيين بشق التعليم ومنظمات المجتمع المدني بدعم برنامج التعليم للمدارس الرسمية اللبنانية لبرنامج بعد الظهر، لكي يتم استقبال الطلاب الجدد الذين لم يتم قبولهم هذا العام في الصفوف الرسمية اللبنانية لبرنامج بعد الظهيرة. طيب دعني أعلق فقط على الفكرة الأولى التي تفضلت بها سيد رعد، يعني لم يقل أحد أنكم تحدثتم بهذه الصيغة، هي ممارسات فهمت وتفهم بهذا الشكل طبعا، إضافة لما جرى سابقا بحق اللاجئين السوريين في لبنان من البعض. طبعا نحن هنا لا نعمم، بالتأكيد لا نعمم على كافة الشعب اللبناني، بالعكس هناك من بادر ووقف إلى جانب الشعب السوري واللاجئين السوريين. كل الشعب اللبناني، لأنه مدارسنا لكن لكن وأطفالنا. لكن شاهدنا لا شاهدنا بالإذن منك، أنا عم بحكي على مستوى الأطفال وتعليمهم. الأطفال موجودين بكل المناطق اللبنانية، بجبل لبنان أكثر محافظة فيها نسبة أطفال سوريين نازحين بسبب الأزمة.
جبل لبنان، وبالتالي موجودين بكل الأراضي اللبنانية، واستقبالهم بنفس الطريقة ومعاملتهم بنفس الطريقة. وأنا بصراحة كتبت موضوع الأسلوب الجديد والعنصرية، ولكن تركت هذا الموضوع تيرد عليه استاذ رعد، لأنه بما أنه قد يقال بأن أو قيل بأنه صادر عنهم، مشان هيك ما علقت على الموضوع. بس بحب أكد إذا بتريد على أنه كل الشعب اللبناني مع الأطفال أنهم يتعلموا، لأنه شعب بحب العلم، شعب لبنان بيعترف بحق الطفل بأنه يتعلم وبيساعده على هالشي، ولكن ما يكون أثر هذا الأمر من شأنه أن يأخذ من أمام اللبنانيين اللي عم يتعذبوا تيقدروا يفوتوا على مدرسة رسمية أيضا. نعم. طيب خليني أضل مع السيد رعد أيضا بسؤال، هل هناك أي خطة لديكم لإلحاق هذا العدد بالمدارس في لبنان من أجل حصولهم على حقهم في التعليم؟ يعني أستاذي الكريم، عفوا، بداية أنا لا أريد من هذا التقرير اليوم الذي يعني نراه ونكون معه أن يؤخذ إلى زاوية أخرى، وهي زاوية العنصرية والتحريض وموضوع العودة وما شابه. الحقيقة لدينا أطفال خارج مقاعد الدراسة الرسمية، ونحن نطالب منظمات المجتمع المدني، المنظمات المعنية بالشق التعليمي الداعمة لبرنامج بعد الظهر المدارس الرسمية وعلى رأسها اليونيسيف، بمواصلة دعم وزارة التربية اللبنانية لكي يتم قبول جميع الطلاب السوريين الجدد والقدامى في هذه المدارس، وأن يعودوا جميعا إلى مقاعد الدراسة. هذا الأمر الذي يهمنا حقيقة، بعيدا عن أي أمر آخر قد يأخذ منحى خلافي أو منحى عنصري أو منح تحريضي وما إلى شابه، فهذا الأمر ليس من اتجاهنا أبدا. طيب لندع هذا الموضوع جانبا ونتحدث بشأن هؤلاء الطلاب سيدة سونيا، هل لديكم أي خطط جديدة بخصوص هذا العدد في ظل غياب الدعم كما تفضلت بالبداية؟ أول شيء بدي أرجع أكد أنه نحن أطفال غير لبنانيين موجودين بمدارسنا الرسمية بين الصف الرياض الأطفال حتى التاسع أساسي اللي هي مرحلة التعليم الإلزامي بلبنان. عندنا بمدارسنا الرسمية 210,000 لبناني، عندنا 213,000 غير لبناني. نعم. غالبيتهم من النازحين من سوريا، وبالتالي نحن مع انه نفوتهم على المدارس. بدي اكد على انه يونيسف من المنظمات الاولى المعنيه بتحويل التمويل، ولكن مش يونيسف اللي بتطبع مصاري، ولا يونيسف هي اللي بتخلق التمويل، انما يونيسف هي اذا بدك صله الوصل مع الدول المانحة ومع جهات المانحة، وبالتالي اللي عم تعمله يونيسف تتقدر تأمن حق الأطفال مشكورة، ومجهود جبار بتعمله حتى تقدر تعمل إذا بدك أدفوكاسي تتقدر تجيب هيدا التمويل. ولكن اليوم المسؤولية هي على كل منظمات الأمم المتحدة، على كل الجهات المانحة، على الدول العربية اللي ما عم نشوف منها تمويل لمصلحة هالأطفال، هن اللي كلنا بنعترف بحقهم، ولكن وين الدول العربية من مساعدة لبنان بموضوع الأطفال؟ طيب تواصلتم مع منظمات أو مع دول بعينها أنه نحن تقدم مساعدة؟ نعم، نحن أول شيء عاملين شيء اسمه لجنة تنفيذية لمشروع أو استراتيجية ريس، اللي هي قلت لك استراتيجيتنا، بلشت على مدى 3 سنين، تمددت لل 2021، وبالتالي هاللجنة التنفيذية بتستقطب كل الجهات الممولة، من بيناتها ندعي الدول العربية تكون موجودة معنا باجتماعات. هلأ التمويل ما بيجي لنا بالمباشر، بيجي عن طريق يونيسف، بيجي عن طريق UNHCR etc. بيجي عن طريق يونسكو، كلهم عم يشتغلوا، ولكن ضمن هالإمكانيات. بس أنا بدي أعلق برجع بليز على موضوع 40,000 طالب لم يتم استقبالهم لهذا العام. هذا الرقم مش دقيق أبدا. الرقم في أرقام، يا ريت يعني تمرينا بالأرقام. ولد هن هلا على لائحة الانتظار لأنهم تلامذة جدد، وبالتالي ما نعطوا الأولوية، ولكن عم نحط على لوائح الانتظار اسمهم، خلفيتهم التربوية، حتى نعرف في حال تم تأمين التمويل بأي صف بدنا نلحقهم. إذا كان الطفل له حق يلتحق بالتعليم النظامي وتأمن التمويل، بنفوته على التعليم النظامي. إذا كان منقطع لكذا سنة حتى ولو إجا التمويل من غير التربوي، أنك تدخله على تعليم نظامي لأنه قد يتعرض للتسرب. طيب وبالتالي في أمل بالتالي أنه يتمكن عدد يعني عدد من 11,000
انه يلتحق بالمدارس هذا العام؟ ان شاء الله ما يعني نحن ما بنكون زعلانين ابدا، لانه بنكون عم نحقق المشروع ونجاحه. بس اليوم بدل ما يعني نصب السهام على اذا الدوله رفضت او الدوله اخذت قرار بالرفض، خلينا نطلب من هالدول المانحه انه اليوم هالتعب اللي اصابك وبالتالي منعك من، مش رح اقول نقص بالتمويل، رح اقول عدم زياده بالتمويل. لانه اليوم لما بيزيدوا اعداد الاولاد وبعده التمويل كما هو كمان مش مقبول، عشان هيك التمويل بده يزيد طالما بنزيد نحن هالخدمات التربويه اللي عم نقدمها للاولاد. فلما بيكون في زياده بالتمويل هيدا دعوه لكل المجتمع الدولي. طيب سيد رعد، سؤال اخير، ماذا انتم فاعلون امام هذه الازمه ان صح التعبير في مكتب التربيه والتعليم بلبنان؟ هل هناك خطوات لديكم او خطه؟ طبعا اخي الكريم، لدينا مدارس مثلا موجوده قرب المخيمات في عرسال، مدارس مستاجره او مدارس تقريبا تابعه للمخيمات، نستقبل قرابه 4000 طالب سوري فقط في عرسال. ايضا في طرابلس يوجد حوالي 16 مدرسه يدعمها المركز الدولي للتعليم النوعي، وتوجد هيئه تربويه ايضا تدعم مدرستين بمنطقه ابو سمره وبالقبه، وايضا بعض الناشطين التربويين ايضا افتتحوا مدارس. غالبيه هذه المدارس تحصل افاده رسميه من وزاره التربيه اللبنانيه، لان المدرسه هي لبنانيه بالاساس. على اعتبار انه عرسال وحده تبقى فيها مشكله تامين الافادات، وذلك لسبب عدم وجود مدارس يمكن ان نتعامل معها بهذا الصدد. على كل حال، نحن ايضا بمكتب التربيه قدمنا شهادات في الاعوام الماضيه تابعه للحكومه السوريه المؤقته، اكيد لم نحصل اعتراف في لبنان، ولكن من ذهب الى تركيا او الى اوروبا بهذه الشهادات تم الاعتراف بها. وبكل الاحوال يعني هذه المساله حقيقه هي مساله معقده، سواء موضوع الاعتراف او عدم الاعتراف. ايضا لدينا موضوع التعليم ما بعد الثانويه، اي الدراسه الجامعيه، ايضا مشكله اخي الكريم. يعني التعليم كما انتهى يعني وقتي سيد رعد في هذا المحور، اعذرني على المقاطعه، واشكرك طبعا جزيل الشكر سيد خالد رعد مدير مكتب التربيه والتعليم التابع للحكومه المؤقته في لبنان، كنت معنا عبر سكايب من عرسال. كل الشكر طبعا للسيده سونيا الخوري مديره وحده متابعه وتنفيذ. بدك تعطيني دقيقه؟ بدك تسمح لي بدقيقه؟ دقيقه تفضل. اول شيء انا بدي ضوي على كل المجهود اللي عم تعمله وزاره التربيه بلبنان، وكل المجهود اللي بيعمله حيلا استاذ عم يدرس تدريس نوعي، وبالتالي عم يعطي افادات معينه عم ياخذها الولد، مصدقه من وزاره التربيه، معترف فيها، وبالتالي هيدا هالجهد الجبار اللي عم تقوم فيه الدوله اللبنانيه اكيد برئاسه تحت رعايه الحكومه اللبنانيه، هيدا بيسوى انه الواحد يضوي عليه ويشوف النوعيه، يشوف الشهادات الرسميه اللي عم يتقدم لها هؤلاء التلامذه وعم ياخذوا نتائج جيده جدا وعم بيكونوا من بين المتميزين بقلب هيدا التعليم. بيسوى نضوي على الجانب الايجابي كمان، انه عندنا 217,000 واحد مع تلميذ مع مرحله التعليم الثانوي، هول عم يتعلموا تعليمهم جيد ونوعي. طبعا بنقدر كل هالجهود اللي عم تبذلوها طبعا في من اجل طبعا تعليم الطلبه السوريين في لبنان. كل الشكر لك واشكرك على هذه التوضيحات. شكرا. طبعا شكرا جزيلا لك يا سيده سونيا الخوري مديره وحدات متابعه وتنفيذ برامج التعليم الشامل في لبنان، كنت ضيفتي هنا في الاستديو. شكرا لك. مرسي.